نظم مركز البديع الصحي معرضا توعويا بمناسبة يوم الصحة العالمي تحت شعار كوكبنا صحتنا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي. نعم، هذا وتناول المعرض عددا من المواضيع التوعوية المرتبطة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المصاحبة التي تهدف لتوعية زوار المركز. كوكبنا صحتنا، فعالية مجتمعية نظمها مركز البديع الصحي بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، استعرض فيها طرق الحفاظ على صحة الفرد وسلامة البيئة وسبل الحفاظ عليهما من كافة الممارسات اليومية. وجميعنا يدرك أن الصحة تتأثر بالعوامل البيئية، حيث أن صحة البيئة أو البيئة الصحية السليمة تساعد على أن الشخص يتمتع بصحة أفضل، كما أن هنالك سلوكيات يقوم بها الفرد في المجتمع ينتج عنها مؤثرات تؤثر على البيئة سلبا، وبالتالي أيضا ينعكس على صحته. هذه الفعالية ضمت محطات كثيرة تخص البيئة والصحة، وكيف ان احنا نتعرف على الملوثات وإعادة تدويرها، وكيف ان احنا نعيد تدوير الأشياء بأشياء مفيدة الى المجتمع، الى الطفل، الى البيت. مضار التدخين ايضا كانت هناك محطة عن الأمراض اللي اكثر الأمراض اللي هي تخصها تلوث البيئة، وهو مرض الربو. جمع من المتخصصين طرحوا عددا من النماذج الحية التي تحمل بين طياتها الكثير من الرسائل التوعوية للمجتمع، ليكونوا أكثر إدراكا بالمخاطر المحيطة بكوكب الأرض والمرتبطة بشكل وثيق بصحة الإنسان. شعار السنة كان جدا مميز، لأن كان كوكبنا يعني أرضنا يعني وطننا، وطننا يعني شعبنا، وشعبنا يعني أهل البحرين كامل، وإحنا اهتمامنا في مراكز الرعاية الصحية الأولية الأول هو صحة الشعب وصحة الديرة وصحة البحرين. فلذلك كان اهتمامنا بهذه الفعالية، اهتمامنا بعنوانها كان بهذه الطريقة اللي تشوفونها اليوم، على أساس نعزز ثقافة الحفاظ على البيئة، لأن حفاظنا على البيئة يعني حفاظنا على المواطن وصحة المواطن. فعاليات متنوعة، برامج حيوية قدمتها الفعالية بشكل جميل، لفتت أنظار الزوار لما تضمه من أفكار متميزة قدمها عددا من الهواة في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى قطع فنية ومفيدة. محطات توعوية مختلفة وقفت على أهم الممارسات التي تساعد في الحفاظ على الصحة والبيئة في الوقت ذاته، فكل ما تم عرضه يساهم في تعريف المجتمع بأهمية تفعيلها في حياتنا اليومية. حول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.